قلت لها ولدي راه كيتنفس من هنا، ولدي راه غالي كوش، راه ما تشوفيش فيه. قالت لي بغيتو، قالت لي بغيتو هذاك الولد، انا قالت لي بغيتو. انا كنقول هاد السيده واخا يكونوا بنات العالم ما غيكونوش بحال هاد البنت، ما غيكونوش بحال هاد البنت. وهاد البنت صابره ليا مع ولدي، وهزات ليا ولدي، وفرحت به، وولدات ليا وليدات. وانا ديما كنقول لها نوال سمحي ليا، كتقول لي انت اللي سمحي ليا، انت كتقول لي اللي قبلتي عليا، وقبلت على ولدي وردت ليا ولدي راجل. بزاف كلها سمحي ليا، بزاف اللي خصني نقول لها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأم حكيمة. الأم حكيمة عدد كبير من المغاربة كانوا تبعوا القصة ديالها. القصة ديالها قصة غريبة، فيها جانب إيجابي، فيها جانب سلبي، فيها معاناة، ولكن الهدف الأسمى في الموضوع عندها لأي مغربي يؤمن بهذا الفكر وبالطبع أنه العلاقة ديالها بولدها. الوالدين كما كنقولوا دائما الله يسمح لنا من الوالدين. من حكيمة عطاها ربي وليد وجوج ديال البنيات. الولد ديالها هو كبر عنده حوالي 36 سنة. في لحظة من اللحظات كانت كتعيش حياة سعيدة، إلا أنه تغيرت لها الأمور لما هو أسوأ انطلاقا من واقعة اللي وقعت لها في الإبن الكبير ديالها. الإبن ديالها اللي هو محسن مات وحيا. كيفاش؟ تبعوا معايا إذا كان ممكن تعودي معايا القصة من الأول. كنتي كتعيشي حياة شيئا ما ميسورة بخير وعلى خير، حتى الواقعة ديال ولدك اللي مات وحيا. كيفاش؟ السلام عليكم. كنت كنعيش واحد الحياة زوينة بزاف، كنت ميسورة الحال بخير وعلى خير، ما خصني حتى شي خير أنا ووليداتي، وفرحانين وما عندنا حتى شي إشكال. شاءت الأقدار تضرب لي ولدي محسن. مني تضرب لي محسن، كلشي داكشي اللي كانت سكت به خير تقلب لي في دقيقة ديال المكانة. أقسم لكم بالله في ساعة ديال المكانة تقلبت عندي المواجيع. ولدي دار لي الحديثة وحديثة خيبة. يعني أي أم أو أي أب إلا عنده ولد، واخا يكون عندك 10 الأولاد، ما غتسخيش بشي واحد. أنا عندي ولدي هاد محسن، كان هو الصاحب ديالي، كان هو الصديق ديالي، كنت كنشوف فيه بعينيا كيعرفني اشنو هو قلت، كان هو كيشوف فيا كنعرف محسن اشنو هو قال، كان السند الواحد ديالي، كلامه كان زوين وكان مرضي، كيخدم وكيجيب. شرا ولدي الدار وفرشها وجا مغمض لي عينيا وكيقول لي عندي واحد المفاجأة. كنقول لها شناهي؟ حتى حل لي الدار. قلت له وليدي دار من هذه اللي دخلتيني لها؟ قال لي الوالدة هذه الدار ديالي. قلت لي ما يمكنش. جبت ديال الوراق، قال لي ماما هذه هي الدار ديالي، عيشي ودري كيما بغيتي. كنقول لي انت في هذا السن ودرتي هذا الشيء؟ قال لي ماما علاش ملي كنت كنخدم كنجمع؟ كنقول لك ماما عادي باغي نخرج لبرا. قلت لي وليدي عرفتك غتخرج لبرا، صايبتي الباسبور ديالك. قال لي كنت كنكذب عليك باش ما تحرجينيش. ها فين شريت الدار وشرى الدار وفرش ولدي دار احسن فراش، وفرحت وصراحة حسن، ولا العائلة ولا كل شيء كيقولوا ما كاينش اللي والد قد حكيمة، ما كاينش اللي والد قد حكيمة. وليد واحد اشنو هو دار؟ وازدهرت معاه الوقت ودار الماكن وجاب الدراري خدمة وتعاوننا على الخدمة وكنا من احسن الناس. شاءت القدر ضرب لي ولدي. مني تضرب مشى للسبيطار، عام ونص ولدي في الانعاش، سادين عليه في الانعاش. خسرت اللي ورايا واللي قدامي، يعني بعت داري، بعت حانوتي، بعت رزقي كامل، وليت كنطلب على قبل محسن، حيت محسن كان صاحبي، محسن كان الحبيب ديالي، محسن هو سندي الوحيد. كان يجي يلقاني ناس يقول لي ما تنحسيش فيقي، بغيت نهضر معاك. يعني تقطعت عندي كلمة ماما، بقيت نطلب الله كنقول له يا ربي رجعوا لي، يقول لي كلمة ماما، وإلا بغيتي تديه ديه. وبقى ربي منعسو، اقسم لكم بالله ولدي عام ونص هو ناعس. حتى شاءت الاقدار واحد النهار ولدي كان مكمش لقيته مسرح، صافي توفى.
صافي دخلوا اللوازم، جاو الجيران، جاو كلشي. محسن مات، محسن مات، جاو الصحاب ديالو كيغوتوا. اقسم لكم بالله الى الى الباب ديال الشبيك الى هرسوه، كيقول لك نشوفوا محسن، حيت محسن كان دير لي زوين في داك الحومه، كان كيخيط للناس، كيسلف للناس، كيدير الناس. عمرني ما كنت عارفه ولدي كيدير داك الشيء، حتى وقعت الواقعه. انا في السبيطار كيقول لي الطب، تيقول لي لا لا، واش هذا باه لاعب كره ولا هو عنده شي مستوى؟ كنقول لي من لا، تيقول لي هذا البشار. ملي كنسول الناس تيقول لي هذا الولد كيدير الخير، هذا الولد كيدير، هذا الولد كيدير. انا باقي دابا مستغربه في محسن اللي كان كيدير هذا الشيء وما كنتش عارفاه. هنا غادي تساعديني تمشي معايا فين وصلتي، انا حاس بيك وعارف التاثيرات النفسيه في الموضوع، وغادي نقاد معاك الامور. غتعاودي لي هذه الكلمه اللي قلتي لي ديال توفى. توفى، جا الطبيب قال لكم مات من بعد. مات عندنا، عندنا الطبيب في الحومه تما، جا قلب ما عطانا لا ورقه لا حتى حاجه، غير جا قلب قال لك اودي دابا حتى يصبح الحال راه الدري صافي راه مول الامانه امانته، يعني ما كاين حتى شي حاجه. جا لفقيته هو قرق، غطيناه، تجمعت العائله، العائله كامله اللي من اي بلاصه جا، ما خطا لي من برا ما وصلوش، الناس اللي في القرابين كلشي جاو. غطيت ولدي، انا باقا عاقله، الجاره ديالتي هزات هاد التصويره ريلا باقا كتشوفها تقول لي انا هذيك الدايره كبيره كديرها في الباب، جات وحيداتها، دارت لها هك. قلت لها اختي علاش حيدتي التصويره ديال ولدي؟ قالت لي دابا مات غتبقاي تشوفها. قلت لها خلي التصويره. ملي دخلوا بغاو باش يغسلوا الوليد ديالي ويقادوا معاه، قال لك اودي غتسبقوا نتومايا تحيدوا ليه الحويجات ديالو داكشي باش يدخلوا الناس يديروه. ملي مشاو الدري باش يغسلوه وركوا لي على هنايا، عنده واحد الصدفه هنايا، تلاحت شي حاجه ما عرفناش اشنا هي. الدري تنفس، هذاك الحزن اللي كنا كنبكيو والناس موقفه الجنازه ولا فرحه، كل شيء بقى كيقول الله اكبر الله اكبر. الدري مات وحيا، تعرف بانه محسن راه مات وحيا، بقات من يومنا ليومنا هذا. غتبقي معايا في جوج حوايج مهمين ونكمل انا وياك باش الناس تستوعب معانا. قلتي لي طاح ولا مرض ولا كيفاش؟ ما حددتيش ليا واش حادثه سير، واش شرحي لي هذه وندوز للثانيه. لا ولدي ماشي مريض، ولدي حادثه سير، وما ضربوا لا طوموبيل لا موتور لا حتى حاجه ما ضرباتو. ولدي سايق هو وصاحبو الموتور، ضرب خارجين انتيردي زايدين في الموتور، الطوموبيل دايزه ضربت عليهم فران تخلعوا، صاحبو نقز من الموتور، ولدي شدات لي الشاكمه في السروال دخل في البوطو، من البوطو طاح على التروطوار. يعني ضرب في الراس، في الراس، موراجي من الراس، غير الدم دايز من الودن صافي، والكشكوشه من الفم. فهمنا دابا الاولى. الثانيه هو قلتي لي ملي كانوا كيغسلوه كيفاش كيغسلوه؟ شكون اللي مشى ليه لصدرو؟ ولا يعني انا يعني الشريعه ديالنا والطريقه ديال 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 كيفاش كيغسلوا الناس اللي توفاو عندها الطريقه ديالها في الدين ديالنا. يعني انت قلتي لي كانوا كيوركوا ليه على صدرو وخرجت لي شي حاجه هي باش بان بانه ما ماتش، كيفاش؟ دخل قالوا لينا ودي سيروا نتوما نظفوه، نتوما الاولين نقيو هاد الدري، نقيوه باش يدخلوا اللي غيغسلوه يلقاو الدري نقي. هز باه واحد السيد وجارنا، دخلوا باش كينقيو، حيدوا لي الكوش ديالو وحيدوا لي الحويجات، هو يجيب باه بقى بقى عاقل. الطب انا اشنو كانوا كيديروا ليه ملي كيتخنق؟ نهار حتى هو قال لك انا ندير مجهودي، بقى كيورق باه. هذا باه هو والجار ديالنا ولد خالتي، قال لك غندير واحد المجهود، وبقى كيورك عليه هنايا هو حيت كيتنفس غير من هنا، ويا تلاح شي حاجه بحال الحمصه من هنا، غير تلاحت ويدير صافي. خرج كيقول لهم الدري حي ما ميتش، صافي حيدوا الكفن رجعوه، راه حنا صدقناه وصدقنا هذاك الشيء، وهذاك الشيء اللي كان غادي يكون موت ولا فرح. هذيك الساعه عيطنا لومبيلانس هزينا، بقى من وراها ثاني 3 شهور وفي الانعاش، تيقول لك عير القلب هبط، وكانت حابسه هذيك. هذا هو السبب ديال محسن. هنا من بعد هاد الاطباء والعميل الاولى هو في التطبيب، ثم هاد مات حيا ربي سبحانه وتعالى مكتب ليه العمر ديالو، كملتي معاه التطبيب، هاد الاطباء كاع اللي دزتي معاهم، التشخيص الطبي هي عرفنا عنده ضربه على مستوى الراس، يعني عنده نزيف داخلي، تبعات ديال الراس واضحه، شنو هو النتيجه اللي ولا فيها الولد؟ اولا وثانيا التشخيص شنو حددوا لك بالضبط عنده؟ التشخيص اللي حددوا لي تيقول لك اودي هذا راه واخا غادي يعيش غيعيش عنده جوج العقوله، مره كيكون عقل ديال دري صغير، مره كيكون عقل ديال 90 عام في العمر ديالو، يعني التصرفات كيتصرفها ديال الناس اللي واصلين. صافي هذا هو الحد ديالو، قال حنا ما عندنا ما نديرو ليه، غيبقى باراليزي وغيبقى بحال هكايا، حنا ما عندناش ما غنديرو ليه، كاع درنا المستحيلات، دابا غيعيش بالدواء مدى الحياه.
وعايش بالدواء مدى الحياة. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع إضافة مهمة في هذا الملف اللي غريب، ولكن قوة الله عز وجل لا تناقش، هذا أمر من الله. مشاهدينا الكرام، الأم لها تحدي آخر. هذا الكلام اللي قالته تشخيص طبي كما وصفوا له الأطباء تصرفها تصرف آخر. الأمنية ديالها ولدها يكمل نصف الدين هو في هذا الوضع ويتزوجوا حاليا رغم الإشكاليات. أنا لا أقول في هذا الموضوع الإعاقة، لأنه هو رغم المرض رغم المعاناة اللي عنده، عنده تحدي كبير، تزوج ودار وليدات رغم الظروف اللي كيعاني منها محسن، حتى هو يتحدى الصعاب. ملف فيه التشويق، تبعوا معايا. ما تعاودي ليا ملي هو مرض الطب قالوا لك الدري عنده إعاقة أو شبه. هاد الأمور واخا أنا ضد كلمة إعاقة، تبارك الله راكي بصحيحته، رغم الظروف رغم كل شيء رغم الوضع الصحي ديالو، وجوجتيه ودار وليدات. عاودي ليا كيفاش. صافي محسن، بقى مني عجزوا الاطباء، انا ما عجزتش، انا ما عجزتش، وليت كندي ولدي للطبه ديال الاعشاب، وليت كندي لي ديك السباحه، وليت كندير كل شيء. ما عنديش الفلوس، بعت اللي ورايا واللي قدامي، بعته على محسن باش يعيش ليا ولدي، وقلت مني ولدي غادي صح راه يرجع كما كان، ولكن الله حدو في هذا الشيء، تحد ليا الصراع ديالي، ما خليت حتى شي قنت اللي ما ديتش ليه ولدي. انا غنجي معاك الاشكاليات الماديه في الموضوع، غادي تقولي لي هاد المره كيفاش قلبتي عليها وقبلات. انا مشيت للبلاد قلت لها وليدي انا غادي نزوجك، قال لي واخا. مشيت للبلاد قلبت على هاد بنت الناس، مشيت عند شي ناس قلت لي ما ودي بغيت شي بنت اللي تاخذ ولدي راه معاق وهذا الشيء وكاين. قال لي كاينه واحد البنت راه ما عندهاش والديها، يتيمه عندها عجده ومر جدها. قلت لي مديوني عندها، داوني عند هاد البنت. مشيت قلت لها بنيتي واش تاخذي ولدي، وريتها التصاور ديالو وريتها كل شيء، باش جاوبتني الله شهيد. قالت لي لا قبلتي عليا نتيا بحال هكا، قالت لي الا قبلتي عليا نتيا. قلت لها بنيتي علاش قلتي هاد الكلمه؟ قالت لي شو ما كانش تقول لي امي، كانت قالت لي الشريفه. قالت لي الشريفه راه انايا راه اليوم الصباح مني غدا خارجه نحطب، هزيت يديا وقلت يا ربي ترفدني من هاد الارض، راني عييت. وراه قالت لي مني سمع مني الله ما غنرداش، هاد الشيء راه امام الله. قلت لها بنيتي واخا، قلت لها صافي بغيتيني؟ قالت لي بغيتي. قلت لها ولدي راه كيتنفس من هنا، ولدي راه غالي كوش راه ما تشوفيش فيه. قالت لي بغيتو، قالت لي بغيتو هذاك الولد انا، قالت لي بغيتو. قلت لها واخا بنيتي مني بغيتيه؟ قالت لي انا كنسمع لي مني كنصحيح، انا هاد الدري بغيتو. قلت لها واخا. ولكن الا سمحتي لي هذيك الوقيته ديال ليكوش، هذيك الظرفيه الاولى من ما بقاش عنده مشكل ديكوش. قال ليكوش حتى لهنا لهنا راه تولد رايان عاد حيد ليكوش، ما كانش كيحبس ما كانش كيفراني. قالت لي بحال هاد الهضره اللي كنقول قالتها، قالت لي الا كان عيان دابا يروحوا سيد ربي. قلت لها شنو هي غير يروحوا سيد ربي؟ انا الهضره ديالها ما كنتش كنفهمها بزاف، ان واحد تاونات شويه هضره مديره. قالت لي زعما غيصح. قلت لها بنيتي لا صح على يديك هذه. قالت لي انا هاد الدري غادي يصح. بقات معاه كتعومه كتغسل ليه كتدي ليه ليكوش، بقات حتى قالت لي اخالتي محسن راه حيد ليكوش. قلت لها بنيتي مني حيد ليكوش حتى لهاد الدرجه؟ قالت لي ولدي ما بقاش كيضرب، ما بقاش كيهرس المواعن، ما بقى حتى شي حاجه، يعني نوال اعطاته واحد الطاقه كبيره ماشي عطاتها لي صغيره. انا كنقول هاد السيده واخا يكونوا بنات العالم ما غيكونوش بحال هاد البنت، ما غيكونوش بحال هاد البنت. شوفي شحال من عام وهاد البنت صابره ليا مع ولدي، وهزات لي ولدي وفرحت به وولدات لي وليدات، وانا ديما كنقول لها نوال سمحي ليا، كتقول لي انت اللي سمحي ليا، انت كتقول لي انا قبلتي عليا وقبلت على ولدي وردت لي ولدي راجل. مني مشى على الطبيب تيقول لك كيفاش هاد الولد تولد هاد الوليدات بسبب هاد البنت، عطاتو دعم قوي ما عرفتش والله حتى من الركوب كانت كتركبو نوال كتركب محسن، تتقول يا خالتي خليني نركبو قرا يولي فيه الانسانيه. وما عرفتش هي واخا ما قاريه شو بنت العروبيه منين جابت هاد الافكار، ما عرفتش منين جابتهم. يعني اللي دارت نوال ما ديروش شي وحده، وولدت ادم وولدت رايان. انا هي دمرت واحد التدميره دايره، ولكن فيقاتني هاد البنت من الدمار، ردت لي قدره. هي ساعداتو ساعداتو بزاف. الرساله فهموها المغاربه. دابا غتعاودي ليا المعلومات اللي عندي، ان عندك مديونيه كبيره وانت مهدده بالديون مع الناس، هادشي كله في الوقيته اللي كنتي في التطبيب عامي الكلينيكات الطب الدويات، ولكن طلع عز وجل قدر يجيب لك هاد الفضل وهاد اروع زوجه في العالم اللي قدرات ترد لي الصيحه ديالو اللي بوليداتو تبارك الله وولدو او تبارك الله تيقرا دابا وبخير وعلى خير.
عاودي لي على المعاناة ديالك في الجانب المالي اللي كتعاني فيه انت كأم. انا على ولدي ندير اي حاجة، على ولدي الا قالوا لي تلاحي في بير نتلاح، قالوا لي تلاحي في البحر نتلاح. اي ام ما غتبغيش ولدها يبقى بلاش، اي ام غتبقي ولدها يعيش. وانا درت على محسن الدين، تسلفت على محسن، كنهرب الناس على محسن، جعت على محسن، بت في الزناقي على محسن، على محسن كنطلب، اقسم لكم بالله الا كنمشي للمخبزات وكنطلب على محسن باش يعيش محسن، ودينت عليه. واي ام كاع اي ام كتسمعني تقدر تدير بحالي على ولدها. عندي وليد واحد وكان السند ديالي، ومن اللي طاح من مشيشه وكتهز ولدها. حتى انا هزيت محسن وهزيت ادم وريان، وانا فرحانه حيت ولد ليا جوج، ولد ليا ريان وادم. هذاك هو الرصيد ديال البنكه ديالي، هو ادم وريان، وانا هزيت الدين ودابا انا مهده وانا فرحانه. حتى مشيت للحبس ما مشيتش دايره شي حاجه خايبه، مشيت على محسن وادم وريان وعلى هاد البنت اللي ما عندها فين تمشي. الا تشديت في الحبس ناول ادم وريان غيخرجوا للزرقاء، غيهزوا لهم حوايجهم وغيلوحوهم للزرقاء، حيت حنا عكاريين. الديور اللي كانوا عندي بعتهم على ولدي. اي ام دير بحالي، اللي قالت الام ما ديرش بحالي جرب، وليني دق ولدك شوكه. انا ولدي ما دقاتوش شوكه، انا ولدي تهرس تكسر، كنشوف فيه جوته هامده. انا ضحيت على محسن وغير مشي على محسن الحبس. انا اي حاجه ندير على محسن. انا محسن شوف شوف انا او انا الطبع ديالي ما تنحبش شي واحد في الكلام، ولكن انا ما قدرتش نكمل معاك. مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا معايا الزوجه اروع زوجه في الفيديو المقبل، ولكن الان غادي نشوف شنو غيقول محسن. سمعتي ام ديالك؟ قولي اللي بغيتي. شنقول لك؟ سول ولا تجاوبك؟ الوالده ديالك ضحات على قبلك، دارت بزاف، وانت عطاك ربي زوجه. هاد الزوجه كيفاش كتعامل معاك؟ بخير مزيان. وانت الصيحه ديالك كي دايره؟ بخير الحمد لله. شنو هي الحاجه اللي بغيتي تقول لامك مسكينه اللي هادشي كله دارته على قبلك؟ وتسمح لي وا تنقول بزاف، كلها سمعي ليا بزاف اللي خصني نقول. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.